الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
يروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نسمع الله.